مصر وفرنسا توقعان عقد توريد 30 طائرة من طراز رافال. تقديم التوعية الصحية لأكثر من 1,000,000 مواطن بعشر محافظات خلال أسبوعين ضمن خطة التصدي لكورونا. قتلى وجرحى جراء انهيار جسر علوي لقطارات الأنفاق في العاصمة المكسيكية. العاشرة صباحاً الثامنة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة، مرحبا بكم. وقعت مصر وفرنسا عقد توريد 30 طائرة طراز رافال من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة داسو أفياسيون الفرنسية، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير وتنمية قوى الدولة الشاملة. ذكر المتحدث العسكري أن تمويل العقد المبرم سيكون من خلال قرض تمويلي تصل مدته كحد أدنى 10 سنوات. كانت مصر وفرنسا قد أبرمتا خلال عام 2015 عقداً لتوريد 24 طائرة طراز رافال لصالح القوات الجوية المصرية، والتي تمثل ذراع طولة لتأمين المصالح القومية المصرية. جدير بالذكر أن طائرات طراز رافال تتميز بقدرات قتالية عالية تشمل القدرة على تنفيذ المهام بعيدة المدى، فضلاً عن امتلاكها لمنظومة تسليح متطورة وقدرة عالية على المناورة وتعدد أنظمة التسليح بها، بالإضافة إلى تميزها بمنظومة حرب إلكترونية متطورة تمكنها من القدرة على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار. أعلن محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي جاهزية الغردقة من الناحية الأمنية والصحية لاستقبال السياحة الروسية. جاء إعلان محافظ البحر الأحمر خلال استقباله لسفير روسيا الاتحادية بالقاهرة جورجيو بوروسكينو لبحث استعدادات البلدين لاستئناف السياحة الروسية لمدينة الغردقة. ومن جانبه أشار سفير روسيا إلى أنه من المتوقع بنهاية الشهر الحالي ومطلع شهر يونيو وصول عدد كبير من الرحلات الشارتر إلى مطار الغردقة، إضافة إلى تسيير رحلات منتظمة للشركة الوطنية الروسية إير فلوت مباشرة إلى الغردقة. أعلنت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد أن فرق التواصل المجتمعي بالوزارة قدمت التوعية الصحية 1,050,000 مواطن بعشر محافظات على مستوى الجمهورية خلال أسبوعين. أكدت الوزيرة على استمرار حملة التوعية للمواطنين بجميع المحافظات لنشر الوعي الصحي لدى المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا بتزامن مع الاحتفالات بالأعياد والمناسبات الدينية، بما يساهم في خفض معدل الإصابات بالفيروس. تشمل التوعية أيضا تعريف المواطنين بأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا وكيفية التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص للحصول على اللقاح. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1,078 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا بفيروس كورونا ووفاة 62 حالة جديدة. أوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل خروج 432 متعافية من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 172,774 حالة. ذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا هو 230,713، من ضمنهم 13,531 حالة وفاة.
كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهانوم أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجدة على مستوى العالم خلال الأسبوعين الماضيين يفوق ما تم الإبلاغ عنه خلال الستة أشهر الأولى من الوباء. قال أدهانوم إن الهند والبرازيل تمثل أكثر من نصف حالات الأسبوع الماضي، لكن هناك العديد من البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم التي تواجه وضعا هشا للغاية، حذرا من أن ما يحدث في الهند والبرازيل يمكن أن يحدث في مكان آخر ما لم يتم اتخاذ احتياطات الصحة العامة. جرس إنذار جديد تطلقه منظمة الصحة العالمية حول فيروس كورونا مع إعلانها أن عدد حالات الإصابة بالفيروس على مستوى العالم خلال الأسبوعين الماضيين يفوق ما تم الإبلاغ عنه خلال الستة أشهر الأولى من الوباء. مدير المنظمة تدرس أدهانوم كشف أن الهند والبرازيل يمثلان أكثر من نصف حالات الأسبوع الماضي، مؤكدا أنه لا سبيل إلا مواصلة اتباع نصائح منظمة الصحة العالمية حول تدابير سلامة الصحة العامة. وفي مقابل هذا الإنذار تتعلق الآمال بجهود التلقيح، حيث أعلن التحالف العالمي للقاحات والتحصين جافي المشرف على برنامج كوفاكس الدولي، أعلن أنه تم التوقيع على اتفاق لشراء 500 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا التي تنتجها شركة موديرنا. وأفاد الرئيس التنفيذي لتحالف جافي أن التوقيع على هذا الاتفاق مع موديرنا سيمنح المشتركين في آلية كوفاكس القدرة على الوصول إلى لقاح آخر عالي الفعالية. وعلى صعيد تخفيف إجراءات كورونا، فقد اقترحت المفوضية الأوروبية السماح بدخول المسافرين الذين تلقوا كامل جرعات اللقاحات المضادة للفيروس التي أقرها الاتحاد الأوروبي إلى دول التكتل. وأفادت المفوضية بأنها تقترح السماح بالدخول إلى الاتحاد الأوروبي ليس فقط الأشخاص القادمين من دول يعد الوضع الوبائي فيها جيدا، بل أيضا أولئك الذين تلقوا الجرعة الأخيرة الموصى بها من اللقاحات التي أقرها الاتحاد الأوروبي. فرنسا شهدت استئناف الدراسة في المدارس الإعدادية والثانوية بدوام جزئي، وذلك بعد أسبوع من عودة طلبة المدارس التحضيرية والابتدائية، وذلك في إطار رفع الحجر الصحي المفروض في البلاد منذ 2 أبريل الماضي. وفي اليونان تم إعادة فتح المطاعم والحانات، وذلك بعد إغلاق دام 6 أشهر، كما قررت السلطات اليونانية خفض ساعات حظر التجول ساعة واحدة ليبدأ من الساعة 11 مساء حتى الساعة 5 صباحا بدلا من الساعة 10 مساء. وفي ألمانيا كشفت وكالة الاستخبارات المحلية أنها شرعت في رصد جماعات تعتنق فكرة نظريات المؤامرة وتناهض عمليات الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا. وتقول دورية انتليجنس نيوز المعنية بالشؤون الاستخباراتية إن ألمانيا تعد أكثر الدول الغربية التي يوجد بها حركات لمناهضة الإغلاق. أفريقيا وفي المغرب أعلنت وزارة الصحة أن منظومة الرصد الوبائي اكتشفت حالتي إصابة بالسلالة المتحورة الهندية لفيروس كورونا بمدينة الدار البيضاء، ونوهت الوزارة بالتعامل مع الحالتين وكل مخالطيهما وفق البروتوكولات الدولية المعمول بها. تجاوز العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في الهند 20 مليون، وذلك منذ بدء تفشي الوباء في وقت لا تزال المستشفيات في البلاد تختنق بالمصابين. وبحسب البيانات الرسمية فقد أحصت الهند خلال 24 ساعة 357 ألف إصابة جديدة، بينما تم تسجيل 3449 حالة وفاة، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 222408 حالات. تبدأ اليوم الولايات المتحدة حظر السفر من الهند بسبب الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا وظهور سلالات متحورة جديدة. سيجري تعليق الدخول إلى الولايات المتحدة بالنسبة للمواطنين غير الأمريكيين الذين كانوا في الهند في غضون 14 يوما قبل وصولهم إلى الولايات المتحدة، ولن ينطبق هذا على مواطني الولايات المتحدة والأجانب الذين يتمتعون بحق الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة ودبلوماسيين وفئات أخرى.
شددت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة قبل يونيو المقبل. جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الخارجية السودانية مع رئيس كونغو الديمقراطية والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، حيث نقلت رسالة شفهية من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وتحيات رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان. أعرب رئيس الكونغو خلال اللقاء عن تفهمه لموقف السودان ومطالبه الواضحة، وأكد على أنه سيبذل كل جهده في سبيل إيجاد حل للأزمة بما يحقق أمن واستقرار المنطقة. استؤنفت المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بحضور الوسيط الأمريكي. كان الرئيس اللبناني ميشيل عون قد ترأس بالأمس اجتماعا لأعضاء وفد المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية في حضور قائد الجيش العماد جاسف عون. شدد الرئيس اللبناني على أهمية تصحيح الحدود البحرية وفقا للقواعد والأنظمة الدولية، وعلى حق لبنان في استثمار ثروته الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة. أعلن مسؤول أمن عراقيون أن ما لا يقل عن 3 صواريخ سقطت على قاعدة بلد الجوية العراقية والتي تقع شمالي بغداد وتستضيف متعاقدين أمريكيين. ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات في صفوف القوات الأمريكية. أعلنت المحكمة الدستورية السورية العليا أسماء المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة السورية، من بينهم الرئيس بشار الأسد، ومضيفة أن المحكمة درست طلبات المتقدمين والتي بلغ عددها 51 طلب، واتخذت قرار في كل منها رفضا أو تأكيدا. 3 مرشحين من بينهم الرئيس السوري بشار الأسد أصبحوا على بعد خطوات من انتخابات الرئاسة المزمع عقدها في 26 من الشهر الحالي. رئيس المحكمة الدستورية العليا قال إن المحكمة درست طلبات المتقدمين والتي بلغ عددها 51 طلبا واتخذت قرارا في كل منها، وقررت بعد فتح صندوق تأييدات الأعضاء قبول طلبات بشار الأسد وعبد الله سلوم عبد الله ومحمود أحمد مرعي. ويحق لمن رفض طلبه الطعن أمام المحكمة الدستورية التي ستبت في الطعون قبل أن تعلن اللائحة النهائية للمرشحين في 10 من الشهر الحالي، ويتعين على كل مرشح أن ينال تأييد 35 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250 لتقديم طلب الترشح. وتقدم للانتخابات 51 مرشحا من بينهم 7 نساء، ويعد هذا العدد من المرشحين على الرئاسة الأول من نوعه في تاريخ سوريا. وتنظم الانتخابات بموجب الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في عام 2012، ولن تجرى الانتخابات الرئاسية إلا في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الجيش السوري. وتجرى الانتخابات الرئاسية في سوريا مرة كل 7 سنوات، وتعد الانتخابات المقبلة هي الثانية منذ بدء الأزمة في 2011، إذ فاز الأسد بانتخابات الرئاسة الأخيرة عام 2014 بنسبة تجاوزت 88% من الأصوات في مواجهة مرشحين آخرين. بعد ظروف خاصة مرت بها سوريا لسنوات طويلة أدت بها إلى مرحلة من عدم الاستقرار، قد تكون الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر الجاري خطوة سياسية لتغيير المشهد وتحقيق تطلعات الشعب السوري. أعلنت السلطات في المكسيك عن ارتفاع حصيلة حادث المترو بالعاصمة مكسيكو سيتي إلى 20 قتيلا وإصابة العشرات، وأتي الحادث بعد انقلاب عدد من قطارات مترو الأنفاق جراء انهيار جسر علوي. هذا وقد انتشرت فرق الإسعاف ورجال الإنقاذ في موقع الحادث.
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة السبع في لندن انطلقت بمناقشات مهمة حول إيران وكوريا الشمالية. أكد بوريل أنه سيعمل بصفته منسقا لمجموعة العمل المشتركة حول إيران على إعادة استغلال الاجتماع لندن للتقدم نحو إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي وضمان التزام إيران بالتنفيذ الكامل له. هذا ويبدأ وزراء خارجية دول مجموعة السبع في لندن أول اجتماعات مباشرة لهم منذ بدء جائحة كورونا. تصف بريطانيا والتي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة تصف الاجتماعات بأنها فرصة لمناقشة قضايا هامة مثل التعافي من جائحة فيروس كورونا وتغير المناخ وكيف التعامل مع الصين وروسيا. ملفات عديدة ستكون أمام أول لقاء يحضره وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى بشكل شخصي منذ عامين. الاجتماع الذي تستضيفه لندن سيحضره وزراء خارجية الولايات المتحدة واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا. كما دعت بريطانيا ممثلين من أستراليا والهند وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا لحضور بعض الاجتماعات كضيوف. وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب تحدث عن أهم الملفات التي سيتناولها الاجتماع، وأولها بحث مقترح بإنشاء آلية للرد السريع في مواجهة الدعاية الروسية، بالإضافة إلى مناقشة إجراءات ضمان الوصول العادل إلى لقاحات فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وتحديد أهداف عالمية لتعليم الفتيات، والاتفاق على إجراءات طموحة بشأن تغير المناخ، ووضع تدابير جديدة لمنع المجاعة. وعلى هامش الاجتماع، سيعقد وزراء الخارجية اجتماعات ثنائية، حيث قالت الحكومة البريطانية إن راب سيلتقي بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، لمناقشة القضايا المتعلقة بالتجارة والصين وأفغانستان وإيران. ويأتي هذا الاجتماع قبل قمة مجموعة السبع التي ستعقد في بريطانيا من 11 إلى 13 من يونيو، والتي سيشارك فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن. وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا. ويصل الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء فيها إلى حوالي 40 تريليون دولار، أي ما يقل قليلاً عن نصف الاقتصاد العالمي. قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إنه ناقش مع نظيره الأمريكي في لندن التطورات بشأن إيران وروسيا وأوكرانيا، وذلك على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع. من جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على أهمية علاقة بلاده مع بريطانيا بالنسبة للعالم، منوها إلى تعاون البلدين لمواجهة التغير المناخي. حذر المسؤول الأمريكي من أن بلاده ستتخذ إجراء حاسما لو تعرضت القوات الأمريكية في أفغانستان لهجوم. أعتقد أن السلام جيد، وأعتقد أن أمريكا وبريطانيا تقوم بشكل يومي وبشكل هادئ أحيانا من أجل خدمة مصالح شعبينا، وأعتقد أنه أيضا هذا يفضي بنا إلى خدمة مصلحة العالم. أعتقد أيضا أنه من الجيد أن نجدد أن روابطنا هي روابط صداقة وعائلة وتاريخ وقيم مشتركة وتضحيات مشتركة. نحن نستحضر دائما في الأسابيع الماضية، وحيث كنا نقوم بالاستعداد لسحب قوتنا من أفغانستان، وقفنا جنبا إلى جنب، وذلك من أجل أن نسند بعضنا بعضا. لن ننسى تلك التضحيات المتبادلة. الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها حليف أوثق. قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن الهجمات التي شهدتها أفغانستان في الأسبوع الماضي لن تؤثر بشكل كبير على عمليات انسحاب الجيش الأمريكي من هناك. قال جون كيربي المتحدث باسم البنتاغون إن تلك الهجمات لم تؤثر أيضا على القوات والقواعد الأمريكية في أفغانستان. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيرفع من عدد اللاجئين المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة إلى 62,500، بعد أن كان الحد الأقصى الذي فرضه سلفه دونالد ترامب يبلغ 15,000. قال بايدن إن السقف الجديد سيعزز من الجهود الجارية بالفعل لتوسيع قدرة الولايات المتحدة على قبول اللاجئين إلى 125,000 لاجئ اعتبارا من السنة المالية المقبلة. يأتي هذا القرار بعد انتقادات شديدة تعرض لها بايدن من جانب حلفائه بسبب إبقائه على القيود التي وضعت في عهد ترامب.
أكد جيريم بويل رئيس مجلس الاحتياطي للاتحاد الأمريكي عدم اتخاذ قرار بشأن احتمال إصدار عملة رقمية. أضاف أن المجلس يحتاج إلى فهم كيفية تفاعل عملة رقمية للبنك المركزي مع النظام المصرفي، كما شدد على أن أحد أدوار مجلس الاحتياطي الاتحادي سيكون تقييم وتفهم مخاطر المناخ على النظام المالي. أعلن مسؤولون أمنيون في بوركينا فاسو عن مقتل 30 شخصا في هجوم إرهابي على قرية قرب الحدود مع نيجر شرقي البلاد. وذكرت التقارير أن المهاجمين أضرموا النار في عدد من المتاجر ونهبوا المركز الصحي في أحد أكثر الهجمات الدموية ببوركينا فاسو منذ أكثر من عام. لم تتضح بعد هوية المسؤولين عن الهجوم. ارتفعت حصيلة المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين ضد قانون إصلاح الضرائب إلى 20 قتيل وأكثر من 800 مصاب. وعلى الرئيس الكولومبي إيفان داكي تحت ضغط أعمال العنف المستمرة منذ 5 أيام سحب مشروع القانون الذي يناقشه حاليا البرلمان، ورفضته المعارضة والنقابات العمالية كونه يؤثر كثيرا على طبقة الوسطى في ظل جائحة كورونا بحسب وصفها. من جهة أخرى، أعلن وزير المالية ألبرتو كاراسكايلا عن استقالته من منصبه، ومؤكدا أن عدم تمرير مشروع القانون سيزيد من حدة الأزمة الاقتصادية. أصدرت الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان تقريرها السنوي الأول عن حالة الإعلام الرقمي وحرية الرأي والتعبير في دول مصر، تونس، سوريا، اليمن، ليبيا، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحافة. اعتبر التقرير أن ظهور تنظيمات الإسلام السياسي والميليشيات المسلحة حول ساحات التظاهر حول ساحات التظاهر إلى ساحات حرب، وهو ما عرض الصحفيين لمخاطر عدة. رصد التقرير إشكالية انتشار الشائعات والمعلومات غير الدقيقة والتنمر الرقمي وانتشار ظاهرة اللجان الإلكترونية. وأضاف أن الاستقرار السياسي والاقتصادي ونجاح الحرب على الإرهاب في مصر كان له أثر إيجابي في تهيئة المناخ لدعم قضايا الحريات، بينما انتكست حالة حرية الصحافة في تونس بسبب سعي حركة النهضة للسيطرة على الإعلام. أعربت سيدة أمريكية من ولاية بنسلفانيا تدعى جلوريا واكر مصابة بالسرطان، أعربت عن أمنيتها في زيارة مصر وقضاء إجازة بها والقيام بجولة تشمل أهم المناطق السياحية والأثرية في أرجاء البلاد. جلوريا ووكر سيدة أمريكية من بنسلفانيا مصابة بالسرطان وفي مرحلة متأخرة، ما أن علم ابنها بإصابتها فكان السؤال إذا كان هناك شيء واحد في العالم تودين فعله فماذا سيكون؟ الإجابة للابن قد تكون غريبة، لكنها بالنسبة لنا مبعث فرحة وفخر. السيدة الأمريكية البالغة من العمر 56 عاما أعربت عن أمنيتها بزيارة مصر ورؤية الأهرامات، مؤكدة أنها منذ الصغر تود رؤيتها. جلوريا ووكر التي تعمل أخصائية تغذية بأحد المستشفيات لم ترغب بتحقيق حلمها بزيارة مصر بمفردها، بل أرادت الذهاب مع عائلتها بأكملها.
حلم رأته بعيد المنال، ليس فقط بسبب الوقت والمرض ولكن بسبب النفقات. وعلى الفور تجاوب الابن الذي يقوم بتدريس مادة التاريخ، فقام بإعداد شرائح الجبن واللحم وبيعها لجمع تكاليف الرحلة، وقام بتسويق منتجاته على مواقع التواصل الاجتماعي. إذا كنت مهتما بدعمي في محاولة تحقيق حلم أمي في الوقت الذي تكافح فيه السرطان، يمكنك تقديم الدعم من خلال شراء شرائح اللحم والجبن. هذا ما كتبه الابن على وسائل التواصل الاجتماعي، فكرة لاقت استجابة واسعة من الأصدقاء والعائلة وحتى من طلابه، والكل يسعى لتحقيق حلم الأم بزيارة مصر ورؤية الأهرامات. أعلن الملياردير الأمريكي مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس وزوجته ليندا جيتس أنهما اتخذا قرارا للطلاق. كان الثنائي قد أسسا عام 2000 صندوق بيل وميليندا جيتس، والذي يمثل أكبر مؤسسة خيرية غير حكومية في الولايات المتحدة، ويقدر حجم أصوله بحوالي 51 مليار دولار. والآن وقفة مع أخبار الرياضة. فاز فريق غزل المحلة على ضيف الأهلي بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع 19 لبطولة الدوري الممتاز، وبهذه النتيجة توقف رصيد الأهلي عند 37 نقطة في المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد المحلة إلى 27 نقطة في المركز الثامن. تقام اليوم الثلاثاء مباراة واحدة ضمن منافسات الدوري الممتاز، حيث يستضيف الانتاج الحربي فريق البنك الأهلي، وذلك ضمن منافسات الأسبوع 20. سيقام اللقاء في 9:30 مساء، ويمتلك الانتاج 12 نقطة في المركز الأخير، بينما يحتل البنك الأهلي المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة. يلتقي نادي مانشستر سيتي مع نادي باريس سان جيرمان في مباراة مثيرة مساء اليوم الثلاثاء في اياب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا على ملعب الاتحاد. اقيمت مباراة الذهاب في استاد حديقة الامراء بالعاصمة الفرنسية، وانتهت بفوز السيتي بهدفين لهدف ليقترب اكثر من النهائي، حيث يكفي التعادل او الخسارة بهدف دون رد للتأهل. اما الفريق الباريسي فيحتاج للفوز بهدفين نظيفين او اي نتيجة بفارق هدف واحد اكبر من نتيجة الذهاب. والآن هذه وقفة مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد الثلاثاء طقس شديد الحرارة في النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء. وصلنا لختام النشرة، وهذه تذكرة بأبرز العناوين. مصر وفرنسا توقعان عقد توريد 30 طائرة من طراز رافال. تقديم التوعية الصحية لأكثر من مليون مواطن بعشر محافظات خلال أسبوعين ضمن خطة التصدي لكورونا.
قتلى وجرحى جراء انهيار جسر علوي لقطرات الأنفاق في العاصمة المكسيكية. ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.